السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة. طالع لي من محل من شوي وقابلني أحد الشباب، السلام عليكم، مساك الله بالخير، قلت الله يمسك بالنور. قال معك كتاب حصن مسلم؟ قلت لا والله مو معي. قال لأني أبي في حاجة دعاء سفر لأني بسافر. سبحان الله، إي والله كذا فجأة. قلت والله مو معي ولا أخوك، لكن تقدر تلقاه في المكتبات. قال وين أحصل مكتبة هنا في المنطقة؟ قلت والله ما أدري، أنا ماني من المنطقة دي. قلت حمل البرنامج في الجوال، جوالك ايفون ولا جالكسي؟ قال لي جالكسي. قلت تلقاه في اندرويد. فقال جزاك الله خير. قلت اقول لك شيء؟ قال هلا. قلت تدري ان مؤلف الكتاب هذا توفى البارح؟ قال سبحان الله. قلت اي والله توفى البارح، اسال الله ان يتغمد برحمته او علم ينتفع به. والله كثيرين ما يعرفون من سعيد بن وهب القحطاني مؤلف هذا الكتاب، لكن يوم توفى عرفوه الناس. هذا الكتاب معروف، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس ما عنده علم عشان يعني يعلمها الناس وينفع بها الناس، لكن عنده مال فيشتري مثل كتاب حسن المسلم وينشره على الناس والدال على الخير كفاعله، كمن علمه كمن نشره، ها؟ أيه. أو يشتري قرآن مصحف وينشر على الناس فله الأجر، أو يعلم الناس القرآن، يدعم حلقات تحفيظ القرآن الرسمية يعني المعروفة، أو يشتري كتب العلماء وينشرها الموثوقين، أو ولد صالح في الحديث يدعو له. أظن أعزب ما تعزب، فالكيس يعني من فطن لنفسه وعمل لما بعد الموت، يترك أعمال صالحة ما يدري متى يفجع الموت. نعم هذا هو الكلام. قال أو صدقة جارية، يعني مثل الأوقاف اللي الإنسان يجعلها وقف له، وقف بنى له مسجد، حفر لذير، حط له سهم في مثلا من المباني حقات تحميد القرآن، كلها في صدقة جارية وعلم ينتفع به. أحيانا بعض الأسر يشترك فيها أكثر من شيء، يعني مثل صدقة جارية وكذلك علم ينتفع به، تعليم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالواحد يستغل عمره لأنه ما يدري متى ينتهي عمره. لا يقول أنا صغير، يخلي له أوقاف جارية، صدقات جارية، وإن لم يستطع شيء يعني من هذه كلها فبالخلق الطيب، يترك يكون يعني نموذج بالأخلاق الطيبة، بالتعامل الناس، يقول الله يرحمه إن جانا منه خير ما جانا منه شر، أي على اللي بينفع عليه يسام. كذلك الذكر الطيب، مو مثل فلان اللي توفى هو أكشر وردي، قال الحمد لله الله فكنا منه، حصلت من الطريق وانزاحت. الله يجعلنا إياكم يترك إياكم ممن يعني يترك العلم النافع والعمل الصالح والولد الصالح والصدقة الجارية يا رب العالمين. خير الناس أنفعهم الناس، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نبينا محمد، وشكرا جزاكم الله خير.